السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلبة الصف الثالث تخصص هندسة إلكترونية. أرحب بكم أجمل الحين في هذا الجزء الثاني من محاضرات مادة هندسة الهواليات، والتي ستكون استكمالا للجزء الأول من المحاضرات وتكملة موضوع الهواليات، حيث سنبدأ في هذه المحاضرات اعتبارا من صفحة رقم 6 وصعودا إن شاء الله. في هذه المحاضرة سوف نتعرف على موضوع قول الكرنت and voltage distribution. توزيع التيار والفولتية على عموم الهوائي. لغرض توضيح هذا الموضوع بصورة مبسطة جدا ومختصرة، نرجع إلى أساس الهوائي. كما ذكرنا في المحاضرات السابقة أنه يكون بشكل ترانسميشن لاين بهذا الشكل، ومربوط إلى مصدر فولتية متناوبة alternating voltage source. هذا بأبسط أشكال المفهوم، ولكن في الحقيقة هو أن المصدر هي مثل مصدر الإشارة الكهربائية المراد إرسالها، واللي راح تكون بتردد معين. إذن هذه الترانسميشن لاين طول معين، هذه أطراف الترانسميشن لاين. طبعا مثل ما ذكرنا في المحاضرات السابقة أنه بهذه الوضعية ما نشر عندنا بث واضح. طيب هنا ايش نقصد بعمليه الكرنت ديستريبيوشن والفولتج ديستريبيوشن؟ هنا راح نتوقع انه مرور تيار وبالتالي هناك ايضا عوده لهذا التيار، على فرض انه هذا المنطق هنا اوبن سيركت. بالحقيقه في موضوع الترانسميشن لاين هذه المواضع تدرس، ويعتبر الاوبن سيركت والشورت سيركت بهيئه حمل، واضح. فهنا يعتبر ان ممانعه، هذه الممانعه ماذا تمثل؟ تمثل ممانعه الفري سبيس او الهواء الموجوده عندنا. طيب ناتي الان الى الكرنت سوليوشن. بما انه هذه موجه، مصدر موجه متناوبه جي بي ساين ويف، فراح اتوقع ماكو اي انتشار للموجة، لان ذكرنا بهذه الوضع لا يوجد انتشار في حالات المعروفة. اذا اتوقع عندي راح يظهر التيار بالشكل التالي على عموم الترانسميشن لاين، واضح. اذا حتى اوضح التيار اكثر، راح يظهر التيار بهذا الشكل، بشكل انصاف موجة. والعكس او الريفرسال اليه راح يكون على الطرف الثاني، بالحقيقه هذا ظهر عندنا، ولكن ظهر بسبب ما يسمى بالستاندينج ويف، اللي هي راح احاول اتطرق لها بتفاصيل كثيره يحتاج الى بعض الاساسيات. ولكن بهذه الحاله راح يظهر التيار على الترانسميشن لاينز، خط الناقل لهذه القدره، بهذا الشكل. اذن هذا يمثل تيار، واضح. احنا ذكرنا بالمحاضرات السابقة أن حتى يحصل عندي انتشار لابد أن ماذا؟ أنه جزء من الترانسميشن لاين يحور بشكل آخر، حتى من الممكن أن يحصل عندي راديشنز. فمثلا لو فرضنا أخذنا مسافة من هاي المنطقة هنا إلى هذه المنطقة، ولتكن بمقدار
ربع طول موجي لامدا اوفر فور. اذا كانما جزء من الترانسميشن لاين من اطراف الترانسميشن لاين بمقدار لامدا اوفر فور. فتعرفنا على لامدا ايش مثلنا؟ مثلنا الطول الموجي اللي يمكن حسابه من خلال تردد الاشاره من خلال معادله سبق وان تطرقنا لها. اذا ممكن ان يحور هذا الترانسميشن لاين الى شكل اخر هاي النقاط راح تكون هي هذه واضح وهذا هي هاي المنطقة اذا كانما هذا الجسر عندي لامدا اوفر فور لامدا اوفر فور واضح اذا ايش اتوقع انه الترانسميشن لاينز توزيع التيار هنا راح يصير بهذا الشكل واضح نرجع لهذا الرسم هاي النقطه هنا أنا. راح يكون عندي بهذا الشكل توزيع التيار لاحظ انها ناقصه وهنا كذلك وكأنما ان شاء الله طبعا احنا المسافه هي صغيره جدا بس هنا لغرض التوضيح تم تكفيرها اذا اصبح هذا الجزء هو جزء الهوائي اللي راح تحصل عندي هنا عمليه البث هنا لا تحصل عندي عمليه بث ولكن هنا سوف تحصل عمليه بث شكل التيار شلون راح يكون على اطراف الجزء الهوائي اللي تم تحويره من ترانسميشن لاينز راح يكون بهذا الشكل. إذا لو عديت رسم هاي المنطقة بهذا الشكل راح أكبر هنا لغرض التوضيح. هاي النقطة هنا، هذا النقطة هنا. وهذه هنا. واضح؟ ايش حيكون عندي؟ حيكون عندي بهذا الشكل. طبعا عمليا المسافة بين الأطراف أجزاء أو أعشار من الطول الموجي مسافة جدا قليلة فلاحظوا كيف ظهر عندي توزيع التيار بهذا الشكل وأكرر أنه هذه المسافة مما نحن تعتبر هذه المسافة جدا قليلة لامدا اوفر فور وهذه ايضا لامدا اوفر فور اذا المجموع الكلي شيء راح يكون عندنا راح يكون عندي لامدا اوفر تو نتيجة السلوك الحثي لهذا الهوائي راح تظهر عند المغطية بهذا الشكل إذا هذا التيار وهذه الفولتمية الكرنت ديستريبيوشن في اي هوائي يعتمد على عامل جدا مهم هو طول الهوائي اذا ممكن القول انه الكرنت ديستريبيوشن فور اني بما انه احنا نتعامل مع هوائيات من نوع الواير أو السلك يمكن القول فور أن واير أنتنا
depends on its length. ودائما نذكر انه دائما طول الهوائي يؤخذ بدلالة الطول الموجي. مثلا كان يكون طول الهوائي لامدا اوفر 4 لامدا اوفر 8 لامدا اوفر 10 وهكذا. او يكبر طول الهوائي لامدا اوفر 2 لامدا 1.5 لامدا وهكذا. اذا الكرنت سوليوشن شكل التيار راح يعتمد على طول الهوائي. واضح ان شاء الله؟ جيد.